مشكلة مش معنا بيست. طب بقى اطلع فوق البيت اساعد. نار اسود. اسمع البيت ده. هيل هيل. انت وانت شبي ايه ده؟ انت سحبته ولا ايه ده؟ ثانية بس انت سحبته ولا انا متهيألي؟ هو سحب. يعني احنا بننزل في مكان سيء، المكان ده بتنزلش فيه. انا نزلت احسن اماكن. احسن اماكن ايه؟ في واحد فوقي. يا لهوي. يا ابن المحترم. الواد ده جاي منين؟ جاي منين؟ الحمد لله سرقت لي كلاية قبل ما اموت. ده زومبي بس مش قديم عليه، ده كان زومبي. بس ويتش ام على زومبي. يا لهوي ياني انا هتشل اشتغل. في ناس فوق يا سعد. ورا بوكس نخش في شخو ده. ولك اشتغل ما تيجي نقضيها من ورا الاسوار كده. اشتغل خبسه ايه؟ ما تيجي نقضيها من ورا الاسوار خبسه يا ابنس. تعال تعال وراي تعال وراي تعال ورا اشتغل. ايه ده؟ هو انت كم واحد في ايه؟ هو انت كم واحد معكيل؟ ايه ايه ده 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 واحد اتنين تلاته اضرب. ثانك يو يا ابن. انا مالي؟ طب اشتكي ان هو اللي غلطان. انا مالي؟ اشتكي ان هو اللي ضرب عليك. طبعا دول بيسيبوا. يا عم القنبره دي مين دول؟ ايه ده؟ رف واحد. اه ايه ده؟ هم سكواد اصلا؟ حلو قوي اللي انت اللي حصل وكده. حلو ماليش دعوه انا. نايس نيد. ايه ده؟ هنخش نقلعه الواد. ايه ده؟ حلو فاضل جوه. فاضل جوه واحد. مين يا ابني؟ واحد يا جلاشة. نايس. هو انا بموت بسرعه ليه؟ هو انا بموت بسرعه كده. ليش الواد قال لي الهلمت اشتكي؟ يا ابني انت الدبانه الصغيره دي انت عملت معايا ايه يا سعد؟ وانت عندك دبانه صغيره برضه؟ ايوه عماله تمشي على دراعي كتفي وتزغزغني. I got supplies. نعمل لك عبره للدبانه. عبره للدبانات؟ انا وقتها للدبانه الكبير. هعلقها من جناحها. ماشي. طب انت ورا استلم والله. بس عبط حلو يعني. يعني انت عبط عبط حلو. طب استنى طب بلوب بس البتاع اللي انا ماسكه ده. يا عم الله يكرمك يا عم. عبط عبط حلو ماشي. بقول لك ايه؟ استنى ده انا في مكان قارح. يلا استنى يلا. صباح الخير. في واحد ثاني يا سادة على الباب واقف. هذا انا هقلبها ريد زون على دماغهم دلوقتي. لا 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 انت كده توصل جوه. خش. استنى 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 استنى. خد يا خد انتوا الاثنين بقى يا ابن اللعيبه. انت اجدع. انت اجدع مني في حاجه. انت جبت اتنين بالنيد ما جبتش اتنين بالنيد ليه؟ ايه ده؟ الحق. مش بقول لك عبيط يا اسلام ما صدقتني. مش قلت لك عبيط ما صدقتنيش. بس عبر حلو. لا دلوقتي مش حلو الموت. يا عم عادي عادي عادي. انا اولى بيك. قلت عبيط محدش صدقني. عادي عادي يا جدعان. بكره ها على جدعان اما تم يوم 9. خلاص يا جدعان. هو اول ما يتم يوم 9 يبقى كده خلاص كده. هو اصلا سكت يعني من كذبه. وسكت من كذبه. ايه اللي سكت؟ فاهم؟ من كذبه اشتكي. جننت فصل. انا بقول اول ما تم 18 من كتر ايوه من كتر ما هو كذاب وضلالي. بص شايف؟ ايوه هيكون خلاص كده بقيت معايا. يا ابني استقطع تاني اصلا. يا جدعان شغل استقطع تاني ده. طب استنى اجرب حاجه.
جرب حاجة في رندر أساد بشي خلاها ترندر ولا بهم الهواء. لا بس مدة برشتات برشتات هنا هنا نزل. هو أنا صوتي كده عامل إزاي؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه إقفل 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 كده إقفل 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 أصلا وفين أشتغل قدامي بس رجعت تاني يبقى محتاج يتزبط. يا لهوين يا أما لعيب يا ابن اللعيبة طرب تمسك هاد لو هاي لعيب فكك مني جدعان جام ربعكو فيه أيوة ربعكو فينا صيع ارح يسان ابا جاي لي بنشهم مساعد لعيب هذا بوت عادي جامد برضو مستحيل ابو جاسي ديلو الحقنا بسرعة اربوكم الواد فين رحت فين لسه على السطح تعال الله الله شبوحي ده عبيط قوي كده اولدك ما سالش على الشربيني او انت الكلمه بتاعتك كده توقف ليه يا عم يا ابن اللعيبه هو ده مع نفسه الكلمه يا جدعان الكل فيد فيها حاجه غلط بس انت قتلت انت لما تجيب سكواد بيجي نفس الشخص انك قتلته فاهم علي لا 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 عادي يعني لا هو واحد قتل بوت ثلاث ما شاء الله نفس الشخص مرتين فهي جلتش مرتين آه لا لا عملنا واحدة يا ابن اللعيبة أيوة بالظبط يعني على الأقل في يعني من أول اليوم عملنا واحدة العيال بتموت عادة اهي أمال في إيه امسك لي امسك لي الوحش اللي بالنص وهاته على السلم ماشي بعتهولي على السلم مش شغال يا جدعان أمال أنا حاسس إن أنا باخد طلقة ليه من يعني بموت من ساعة ما طلعت لايف استنى زي ما انت تطلع على السلم بعد كده اعمل انت عايزه تعال هقول لك تعال تعال غلبان قوي ايه ده ايه ده انت بتطلعش مش متفقين على كده ده يطلع فيه لا ده غلب خلص اشتغل يا اسطى ده لو عتر فيك تحت لا والله انا عايز افايته لان انا مش عارف هو ظروفه ايه فاهم حاجه الله اللي ده مفيش ام كهايه كده سنايبر اي حاجه اضرب بليرك يا باشا هنا بيشتغلش يا جدعان شغل لون جلاش تكن خالص اشتغل الطلع ما بيوصلش اصلا ايوه اللي لا ما انا برضه بالانفورم ما لمستوش اصلا رفعت ايوه بس ايه ده لا ده بوت انا كنت بوسك كوتشات انا معهم كمية عربيات كتيرة في عربية انا ما تصدق احنا يبش علينا مليون في المية ايوه طب هو مفروض فامز ده بيعمل رد بسرعة حوار ان ملوش اكستند ده غريب شوية يعني بص هو لحد ما شغال يعني ما يعصلكش معاك قوي منت ده انا لسه جاي اعمل من الاستوريهات لو انت لسه جاي جديد ولا حاجه عشان كان في ناس جدعان كتير قوي انا استغربت ان هم بيقعدوا يقولوا لي يا جدعان احنا بنخش من ليش اللايف هساعده اتضايقت الصراحه من الحوار ده مع اني بنزل كل يوم ستوري وبقول دوس هنا على اللينك وارفع الشاشه لفوق وكل حاجه من الحاجات دي
فالنهارده حددتها يعني اللينك وبتاع. فاللي مش عامل فولو لسه يعني كده يعمل فولو. لو في لو في تايتل يا اسطى على على الكاوتش، انا كان زماني في مسيرتي عملت حاجات جميله قوي. تايتل الاول على العالم كاوتش. طب ايه الدروب ما كانش ينفع ينزل ابعد من كده شويه؟ يا مساعد الحالة رب. ولا هدى تاني. ما اديتلوش فرصته لسه فما اعرفش. في جروزة اشتغل لو عايز. مالا معايا انا. رندارة سيكا باين؟ يا عربية يا اسطى. مارك لوكيشن. ربيع فين؟ المية. يا شباب حد يبش هيكي ولا هيكي اي حاجة. الرجالة احنا ضربين فلير يعني. ده احنا زمان كنا نضرب الفلير من هنا تلاقي الجيم قلى بقى اسود في اسود. قعدت على الشمال وبشوش انا قلت هيبش. مفيش حد عمل اي حاجة. رندرت. اه كده اهو يا موسى. لم علينا عابدك يا رب. يا ساتر يا رب مش الدرجات دي. عربيه جايه من ال الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام يا رجل. ها سعيد الحظ اللي هيقلع اول هلمت. في انتوا مصفحين الدرجه دي يا رجاله؟ استنى انت معاك 3 7 زياده يا شتيجن؟ معايا معايا بس عشان كنت عايز انزل اخده من الدروب قبل ما يقربوا فاهم؟ لا ده مش هيقربوا دول هيفضلوا قاعدين هنا. الحق ده بيرموا عربيتهم باظت. لا انا عايز افول بوست عشان ما اخدش طلع ملهاش لازمه. اه دول على فكره هيشتكن. دول هينوكوا ويبشوا. اه مش هيهزروا. لا لا عربيتهم بايظه مش هيعرفوا. لا ما في زلاجات وحاجات من دي. الزلاجه بقى يوصلوا غير رحم. انا ايه ما بضربش ليه؟ اثنين فين عبيط؟ واحد نوك هنا. انميز اهيد. في واحد عنده اصلا. في رندر تاني. هي رندرت رندرين الصراحة فأنا خايف من حد. نعم تفنش ازاي؟ انميز اهيد. ضربت امو طلع من بعيد. ما هي دي. في حد هنا يا سعد؟ واتش اوت. اه. في عربيه هناك. هم دول مش تبعهم؟ بعد اول ما تمشي الزون انا عايز امشي البيوت دي. هم يا اسطى مش مش لما تقفل الزون هم وصلوا هناك من قبل ما احنا نشوفهم يا شتيجن. متخيل الليفل؟ دول ثلاثه يا اسطى. بش عليهم بش عليهم. لعيبه. طب يلا بينا سعد يلا. ثانية بس عايز هيل ثانية. هيل بس في مقام لهيل. مالكش فيه انت بقى. انت مالك انت بيا. مالكش فيه انت ما يخصكش. اركب بس فكك. طب تعال. طب ماشي. يلا بينا. انت العيال دي كده فيهم اتنين نوك ممكن يكونوا ولا ايه مش عارف. احنا لو ركبنا الهاي اللي وراهم دي حاجه من الشوب.
ممكن بس في السخان. السخان كده كده معك كوينات ولا تاخد؟ مش معايا. لا خد تعال 40 خد. عايز سكوب 8 بس وخلاص فاهم. هات امو 7 كتير بس كده. يلا بينا يلا بينا اشتغل. يلا امسك البيت. يس البيت اوت زون. احي ده الزون ملت صريحة. يبقى احنا كنا بشينا على الواد. اوه طب اقول لك ايه. لا طول اقول لك البيت ده على اليمين. البيت ده ممكن انفايت منه فايتها حلوة بس لو فاضي. بس يا رجالة لا على الهادي يا رجالة. لا 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 اطلع بس على السطح ثانية واحدة. ثانية واحدة يا رجالة. فكك ايه بس استنى انت مش فاهم حاجة. شايف اللي هنا؟ انت مش فاهم حاجة انت. طب انا بص طالب. انت مش فاهم حاجة. انت مش فاهم حاجه. انت مش فاهم. انت مشكله ان انت مش فاهم. انت المشكله ان انت مش فاهم يا اشتغل. فهمت بقى اشتغل. فهمت. طب تعالى انزل تحت هنا بس احل مع دول اللي هنا متفايتين مع الناس بظهرهم. لا هو لسه في حد يعني هنا عامه. هو لسه في حد هنا. طب عايز نمسك هنا. ليه هخليهم لك اول ديد دلوقتي يا دين النبي. يلا نجري عشان هبند. يلا 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 على العربيه. انت تمسك البيت عليهم. تعال هم لاست اتنين. نوقت واحد التاني بيرف. يلا على طول على البيت الازرق. يا لهوي يعني اطلع فوق البيت يا سعد ماشي من العربيه. لا على طول هم في اللو. هم هتلاقيهم على طول هتشوفهم اهو. هنضرب من البيوت ولا اي بيوت. ايه ده هو هنا؟ لا 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 ده انتوا برضو التراكوة زي ما هم العرق اللي فيهم فاهم؟ هو ساب صاحبه وجري يعني. هو مفيش هو ساب صاحبه وجري. ثانية اسلام انت كنت بتتفرج علي؟ او اسعد؟ لا انا كنت قوي. وين اتش بي؟ سعد الواد لابس موميا بصيت عليه يعني فاكره ان انت ديف الامان. ارمي بقى الخرا اللي انا مسكته ده. وارمي الجرائزه برضه من راي انفور. لا انفور ليه مع امك يا عادي. I got supplies. مشكلة مش معايا. طب ارجع اطلع فوق البيت يا سعد. نار اسود. اسمع البيت ده. هيل هيل. انت وين اتش بي؟ ايه ده؟ انت سحبته ولا ايه ده؟ ثانية بس انت سحبته ولا متهيألي؟ هو سحبه يا جدعان ولا ده كرفيد معلقة بس؟ لازم يا تطلع حالا يا اما تمشي بالعربيه. اختار. اطلع جيبه يا ابن اللعيبه. هي دي. ايه ده نزلونا برشال عشان نحتفل معاه. ما هو لازم حط التمثال يا ابني. حط التمثال يا ابن اللعيبه. We are the best. يا ابن اللعيبه جامد. حط التمثال ما تبصش انجز. عايزين نرقص. We are number 1. تعال يا سولي ارقص. انا طلعت للاسف. ايه ده؟ ايه ده اللي انت عملته ده؟
ايه ده شكلك؟ هو انا نوكت التالت، هو انا نوكت التالت ازاي؟ دي اللي احنا عايزين نعرفها محمود.